مساء الخير. التلات البوصله اللي مكمل معنا السياق فاهم ان احنا امبارح بدانا نتكلم في شويه مسائل تفصيليه معقده للاسف اللي هي اعتراضاتهم القديمه واختلافاتهم، وقلت لكم انا اكتسب منها حاجتين. الاولى تروا ان كان هناك اختلافات لكن اللي وصل لكم دايما هو الراي الاصم او الاشد او الاضيق ابدا على الاطلاق، وهنكسب منها زي ما بقول دايما حاجه في نهايه الكلام ده. امبارح وقفنا عشان انا بيصعب عليا بس ان اي مصطلح مكتوب ما اقولهوش ليكم، فعشان في مصطلحات كتير جايه فتعالوا نكمل سريعا اللي احنا وقفنا عنده امبارح. احنا وقفنا عند هل يجوز عند القدامه يعني ان يكون الاجماع مبنيا على القياس. ثلاث اقوال: واحد ان لا يكون مبني على القياس زي قول الظاهريه وابن جرير الطبري مذهبه اللي قلت لكم عليه، و الظاهرية اللي هم تبع أبو داود الظاهرية وابن حزم من بعده وهم سنة بالمناسبة يعني. قول الثاني أنه لا يكون مستند، نعم يكون القياس مستند، وده قول الجمهور وده اللي وصل لكم. قول الثالث أن لا يكون، أن يكون مستند إذا كان جليا، وقفنا عند دي، ولا يكون مستند إذا كان خفيا. أنا مش هدخل دلوقتي في القياس لأن الفرق بين الجلي والخفي يكاد يكون هو أصلا خفي يعني، ما أنتش تشوف القياس اللي هم قاسوه تقول هو إيه علاقة ده بده، ده كده على طول. وبعدين لما يقولك أصل ده جلي فتلاقي الجلي والخفي شبه بعض تماما، لما هنعمل له حلقات بس يعني. المهم أنا شرحت القياس امبارح، ها؟ فبيقولك إيه الأدلة للسدل المانعون عليها. بصوا اسمعوا كده عرضا: أنه لا يخلو عصر من أن يكون فيه جماعة من أهل العلم، أهو مش مننا مش من الوحشين التانيين، ينفون حجية القياس، اللي هو زي ما أنا ما جاش رح القياس أقول لكم في الآخر إنه ما كان يجب أن يكون مصدرا تحت أي بند من مصادر التشريع، لأنه في النهاية مجرد تخيل عقلي إن حاجة شبه حاجة. خلاص؟ اتنين: إنه القياس أمر ظني، هما بيعترفوا، والناس يختلفون في أفهامهم وإدراكهم فيستحيل اتفاقهم على إثبات الحكم بالقياس. رغم إن كل الكلام الحلو ده ما وصلكوش برضه، قول الجمهور ولا وصلكم، إن الإجماع يجوز على القياس، وشوية أدلة تانية. خلاص؟ مش عايزين نفصل قوي يعني كده. مثلا اختلف في مسألة جديدة بقى: أن الإجماع دليل مقطوع به حتى إن مخالفه يبدع ويفسق، وفي قول آخر أو أشد يكفر. اسمعوا الكلام: والقياس ظني ولا يبدع مخالفه ولا يفسق. اختلفوا على قولين: أن القياس بعد الاتفاق على ثبوت حكمه يصبح قطعيا لا ظنيا. شفتوا وصلنا لإيه بقى؟ مجرد ان ثبوت الحكم بالاجماع اصبح القياس اللي هو اصلا مجرد تخيل من تخيلات احد الفقهاء، حاجه شبه حاجه في نظري، فبقول دي تاخد حكم دي لان دي ما كانتش ظاهره ايامها. لم نكن نحتاج للقياس لو فهمنا النص جيدا، ده اللي هشرحه لما اجي اشرح القياس. النص ممتد وواسع ويحتمل كل ما يظهر جديدا ان يقول له حكما ولو كما ظل عام من بعيد، لأن الخير واضح والشر واضح في الدنيا أصلا، فمش محتاجين التفاصيل اللي قيسها على قياس ويطلع جلي ولا خفي، كل ده اتعمل غلط. المهم فبيقولك لا خلاص، لو ثبت بحكم يصبح القياس الظني ده قطعي، يبقى اللي بيخالفه كمان مبتدع وفاسق. تخيلوا، ها؟ والقول الثاني ان قولهم، بيردوا عليهم بقى ان قولهم ما هذا منقود بقولهم بجواز استناد الإجماع الى خبر الأحد. يعني في ناس تانية عاقلين كده زينا في التراث ما لهمش اسم. دايما بالمناسبة عشان اقول لكم ان الخط السري اللي انا بحكي عليه من اول الاسبوع يتخطى اي حاجة، يلاقي قرآن في وشه يعديه، يغير معناه، ياخد بآية تانية، يلاقي حديث مش مشكلة، يلاقي قول السيدة عائشة قول كبار الصحابة ما فيش مشكلة، كله عندهم ما فيش مشكلة. بس كمان بيعملوا حاجة حلوة قوي لازم تعرفوها برضو، اللي هو مكتوب ده الاختلافات. يعني لو واحد مثلا قال قول اقرب، يعني مش هقول اوصاف، لعدم الفطره زي مثلا زواج الاطفال طفلات يعني، فتلاقيهم قايلين اسمه ومذهبه وطريقته والاحتفال بيه بالاسم كده خلاص، واجماع بينهم بمناسبه زواج الاطفال قبل الحيض، وانتوا عارفين ده عملنا فيه حلقات قد ايه. طيب نفترض ان ناس بتقول العكس،
ده في التراث كله، خدوها مني يعني. وده برضو الخط السري اللي انا بقول لكم عليه، الاتفاق السري اللي احنا مش عارفين مين ابتداه. يقول لك ايه بقى؟ وقال جماعه، وقال بعضهم، وقال قوم. ابدا ما يجيبولكش اسم اللي اعترض، ابدا ابدا، وكانه لازم يجهل فيما هو قادم عشان ما حدش اصلا يدور يبحث في الاعماق فيجيب اسمه فيبتدي يحيي فكرته وطريقته. يعني كان فيه على فكره عقلانيين او اقرب للعقلانيه منهم فيهم، فكان يقول له لا، جاء خبر الاحاد والقياس لا يجوز قيام الاجماع عليهم. لكن انت تقراها هنا بيقول لك ايه؟ وقال بعضهم، وقال قول منهم، وفي راي منهم، ها ها، فيبتدي يجهل لك المساله، فانت ما تبحثش وراها، فانت ما تعرفوش خلاص، فيندثر وينضحل ويضمحل في التاريخ اسمه، فما تعرفش مين الجماعه اللي قالوا. على فكره في مسائل من اكابر المسائل اللي مختلفين عليها النهارده مع التراثيين، طيرنا الاصلاحي، هم قالوها، مش قالوا زيها، وصلوا النتائج شبيهه زمان، واختلفوا الاختلافات دي، وفي حاجات دائره لا نظير لها في من كتر الجدل اللي فيها والخلاف والخناقه وحاجات الناس بتسال عليها كل يوم. لكن المشكله ان هو قرر الخط السري، انا لسه ما قلتش رايي انا مع ولا ضد، لكن الخط السري قرر قرار انه يخفت ويخفي ويدفن اي صوت، اما انه يقول لك عليه من بعيد كده، وقال بعضهم، وقال جماعه، مين يا جماعه دول، ما تقولوا لنا اسمائهم، او ما يقولكش الخلاف من اصله، يسيبك انت بقى لو واقع قوي في الكتب هتعرف تجيبه، ما وقعتش احسن لك ما تعرفوش عشان ما تحييش المساله. خلي بالكم ابن حزم حصلوا نفس او عمل نفس الحكايه، وما بيخافوا منها دايما. كان في مذهب عمل واحد اسمه ابو داود الظاهري، هو اللي فكر في الفكره انه يا جماعه انتوا اختلفتوا قوي كده، لا احنا بناخد بظاهر النص. بمناسبه الان يستخدم الظاهريه باستخدام عكسي، يعني اصبحت تفيد السلفيين والدواعش اكتر، رغم ان هي في النهايه كانت فكره في البدايه، يعني كانت فكره عقلانيه. فقال لك انا مش هدخل في اختلافات، هاخد بظاهر النص، ماليش دعوه بقى، هو اللي بيقوله الاول فهم منطقي ياتي لدماغك يبقى هو الفهم. وباقي المذهب ده اندثر تماما، ولا حد جاب سيرته لانه يضرب مصالحه. فجه ابن حزم حصل له موقف كده انا حكيت عليه من اسبوعين، فلقى الكتب بتاعت ابو داود دي يعني كده منسوخه في مكان ما بالحرف والله، فراح رايح قريها، عجبته جدا، فاحيا المذهب من جديد، واصبح الظاهريه تنسب لابن حزم اكتر منها نسبه لابو داود اللي هو منشئها الاصل. هم بيخافوا بقى من الحركه دي قوي، بيخافوا قوي قوي قوي. تقرا الجصاص الحنفي الشافعي اللي قال حديث السحر من وضع الملحدين، فما يجيبلكش اسمه، يقول لك ولم يعترض عليه احد، ولم مش عارف ايه، امرت ان اقاتل الناس، ولم يختلف عليه العلماء ابدا، لا قديما ولا حديثا، غير صحيح، غير صحيح، كويس. اكابر الاحاديث اللي احنا الان نختلف عليها اختلف عليها الاوائل، بس صوتهم اتمنع واسمهم اتمنع انه يوصل لك. انا بكلمكم في حاجه عميقه، فتلاقي راي عقلاني زي ده يقول لك وقال بعضهم، يلا مش مشكله، لكن قول الجمهور كذا 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 كذا، اللي هو ايه، وصل لك، ووصل لك مبتسر وناقص وضيق ومظلم، وهو ده الراي اللي انت ماشي عليه لحد النهارده. طبعا لسه عايز اقول حاجات، هطلع فاصل ده وارجع. طبعا في مساله القياس وعلاقته بالاجماع لسه في تفاصيل كتير في كتب الاوائل الاصوليين، يعني لما اجي اشرح القياس ابقى اقولها، لكن احنا في غنى عنها دلوقتي، هتدخل في مهازل هتضيع وقتين، بس انا بقول لكم بس الافكار اللي اختلفوا عليها في البدايات، ماشي. كل ده في مساله الاجماع والقياس، مش عايزين ندخل فيها، طبعا فيها امثله تخض يعني. بص يا سيدي، بيقول لك ايه بقى برضو دي، خليها دي تبع الاجماع والقياس. بص مثلا مساله اختلفوا عليها، هل انقراض العصر شرطا في الاجماع؟ يعني ايه انقراض العصر؟ يعني الائمه اللي قالوا الاجماع ده خلص عصرهم،
توفوا يعني. ها، فبيقول لك المقصود بانقراض العصر أي موت جميع المجتهدين الذين أجمعوا على حكم مسألة شرعية، موتهم جميعا. فهل يشترط لانعقاد الإجماع أن يموت جميع المجتهدين الذين أجمعوا على المسألة أو أن ينعقد الإجماع مباشرة بعد اتفاقهم؟ القول الأول، خلي بالكم من الخط اللي ماشي ده، ان في قول اول وقول تاني وقول تالت، هقول لكم حاجه مهمه بعدها. يشترط انقراض العصر صحه انعقاد الاجماع، فيجوز رجوع المجتهد عن قوله قبل موتهم. وبيقول لك ولازم يموتوا عشان نصدق ان ده رايه الاخير، والا لو هو عايش ما يمكن يغير رايه، فيبقى اللي اجمعوا عليه ووصل الناس للاجماع هو رجع عنه. وعلى فكره حصلت كتير 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 كتير، يعني ابو حنيفه النعمان كان طول عمره وهو عمر ما ماتش صغير بيقول بعدم جواز الوضوء على الجورب اللي هو الشراب يعني، خلاص، ولا الخفين اللي هم زي يعني حاجه بيلبسوها اصدقائنا واخواتنا في القرى والحاجات اسمها البلغه، حاجه لا هي جزمه ولا هي شبشب، حاجه كده يعني. فبيقول لك ما يحصلش ان في وضوء بالتمليس بالماء عليه. لما جه يعي ابو حنيفه في اخر حياته عشان المايه كانت تضره جدا، عمل كده، بقى يعمل بالمية على الجورة، فقال فعلت ما كنت أنهي عنه. إذن ده أنت وارد لحد آخر لحظة تغير، ماشي. القول الثاني، لا يشترط انقراض العصر في الإجماع مطلقا، وأكثر الأصوليين والفقهاء عليه. القول الثالث، خلي بالكم القول اللي جالك عكس القول العقلاني كالعادة، ماشي. القول الثالث، إذا كان مستند الإجماع ظنيا كالقياس وخبر الأحاد فلا يكون حجة حتى يطول الزمان وتتكرر الواقعة، ولو طال الزمان يبقى إجماع. والقول الرابع، انقراض العصر شرط في إجماع إذا كان الإجماع سكوتيا ولا يشترط في الإجماع القولي أو الفعلي، وهو قول الآمدي. القول الخامس، أن انقراض العصر شرط في الإجماع إن بقي من المجمعين عدد التواتر. القول السادس، خلي بالكم ده هيفيدنا في حاجة تانية، حكاية الأقوال الكتيرة دي، أن انقراض العصر شرط في إجماع الصحابة فقط، يعني الصحابه نفسهم بس اللي ده هنجيبه الاسبوع الجاي، مهم جدا في الحلول اللي هنقولها حكايه اجماع الصحابه دي. سيبكم من ست اقوال، عايز اقول لكم ان القول الثاني اللي هو لا يشترط انقراض العصر في الاجماع، يعني وهم عايشين عادي مجرد ما قالوا قول انا بسرعه اخده واعمله اجماع، ده قول الجمهور واللي وصل لكم، رغم ان القول الاولاني دون عن السته كلهم اعقل، انه الفقيه لو يعني الاجماع اصلا حجه عشان يجمعوا على شيء في كل فرد منهم يمكن أن تغيره مواقف الحياة. وأنا قلت لكم دلوقتي مثل أبو حنيفة، فكان بيقول أنا عملت اللي أنا طول الوقت بقول أنه حرام، بقول أنه لا يجوز، أنه الوضوء باطل، فرح عمله. أبو حنيفة غير رأيه مثلا في مسألة أنه كان يرى أن الفاتحة تقرأ بالفارسية، ماشي، لأن في بعض الأقوال بترجع أن أبو حنيفة أصله أو أصله فارسي ليس عربي، ماشي. رجع إمتى غيره؟ في نهايات عمره طبعا، هو لم يوافقه عليه أحد، لكن أنا بقولك التباديل دي. الشافعي وده المثل الأوضح، واللي عمل الإجماع غير مذهبه 100%، ودي معلومة بقى توصلكوا كتير، من العراق إلى مصر. وأنا قلتلكوا مرة وعايزكوا تحفظوها حتى لو قلتها تاني وتالت، لم يكن التغيير عشان الظروف اتغيرت، هذا كذب وتدليس، لأن الظروف لو اتغيرت في مصر فهي ما اتغيرتش في العراق. فكان المفروض يقول يا جماعة أنا خلوا مذهبي في العراق شغال والمذهب ده إن شاء الله لمصر، ده ما حصلش. لكن الشافعي كان بينهى، كان بيقول سأحاسب أمام الله وأحتج على من يأخذ مني من القديم، يعني عايز يلغي من الوجود خلاص، وخدوا مني الجديد اللي عملته في مصر. معنى كده انه بينفيه تماما كمذهب فقهي. طيب عمل كده امتى؟ في البواكير في بدايه عمره ولا في اخرها؟ فعمل كده على كبر. الكبر ده بقى نعمل ايه لو خدنا رايه الاولاني ووافق من سبقوه وعملنا بيه اجماع؟ ولذلك لحد النهارده معضله الشافعيه ان يقولوا قال في القديم وقال في الجديد. هذه الشافعي راي الشافعي في القديم، أما رأيه في الجديد فكذا. وما زال الكتاب الأول اللي عمله في العراق هو المصدر، رغم أنه نهى تماما أنهم ياخدوا منه. خلي بالك بكلمك عن حاجة بقى لو اتعملت النهاردة، وأنا قلتها مرة يعني، يا خبر أبيض لو واحد مفكر غير آرائه،
او شاف حاجه ورجع قال حاجه تانية وبيقول لهم عادي منتهى. يعني قريب كان في شيخ امام المسجد الحرام اسمه الكلباني، فكان من الناس اللي بتقول الموسيقى حرام 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 وتصب الرصاص في ودانك والحبه دول، وبعدين دلوقتي قال لك ده جميل وكل حاجه طلعت حلوه وعمرو دياب عمنا. فليه سالوه لسه في حوار من اسبوع، فلقيته بيقول كنت ارى رايا في المساله وغيرت رايي. فهم يعني السخريه على التويتر والانترنت من الجهلاء يعني. على فكره انا معاه، وكان لازم نتحلى بده في المجتمع ونفتح لهم الباب. ما هم دلوقتي لما انا بقول دلوقتي شيخ معمم شهير قال ان السيده عائشه اللي هو كلامي عندها 18 سنه كانت ساعه الجواز، ودار الافتاء قالت الختان حرام شرعا، وزواج القصرات حرام شرعا، ومش عارف مين قال ابن تيميه كان ضالا مضلا منهم، اللي هو بيجوا ناحيتنا المفروض ما نخوفهمش لا مؤاخذه يعني، او ما نسخرش منهم ونغيروا ارائهم. بالعكس ده يجب التغيير ويجب ان نحترمه. اشمعنى الشافعي عجبكم قوي تغيير مذهب 100% وسكتوا عليه، لكن اللي يجي زي الكلباني وانا بجد مرحب بكلامه يقول لهم كنت ارى. اصل واحد المذيع كان بيقول له انت ازاي، قال له ايه المشكله، قال له كنت ارى رايا فقهيا والان رايت غيره وانا احييه وعايز الباقيين يقلدوه. ان ايه المشكله، انا كنت مصدق الراي ده زمان ودلوقتي مش مصدق، خرجت عليه. خلي بالكم اللي قلته دار الافتاء اللي قلت عليه امبارح ده اللي هو الحمد لله كلامي وكلام التيار الاصلاحي زواج القاصرات حرام شرعا حرام، ده كل اللي قلت لكم عليه اجماع الامه ومش عارف ايه والاحاديث اللي في البخاري وتفاسير الاولى كلها بتاعت ايه اللائي لم يحضن، ازاحوا يعني خدوا كلامنا بالحرف. يعني انت في الظاهر في الباطن اقصد بتعمل كلامنا، بتناقض الاجماع وبتخرج عليه وبتكسره وبتسيب احاديث في البخاري وبتسيب كلام المفسرين فل الفل، بس في الظاهر تقول لا انا ما اقدرش اعمل كده. بس اصل الاستدلال الفقهي ان المصالح، هو كاتب كده في دار في فتوى دار الافتاء، مقدمه على درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، فدلوقتي يحرم. لا هو مش دلوقتي، قول الحق للاخر. اصلا من الاوائل غلطوا في الاستدلال وهو ليس من الاسلام في شيء، ولا الايه دي معناها كذا وشرحنا كتير، فقول الحقيقه كامله دوس عادي. فانا عايز نرحب بده بالمناسبه، لكن الشافعي يعملها 100% تغيير مذهبه عادي، انما احنا نعملها ولا حد يعملها لا لا عادي. بس اللي عايز اقول لكم عليه لحد ما نشرح مسائل خاصه كده بالشافعي بعدين، انه التغيير ما كانش عشان الظروف، بعدين نقول ليه. بص يا سيدي، في مساله برضو مهمه ودي هتيجي بينا في الحلول بتاعت الاسبوع الجاي، حلولنا احنا النهارده. التابعين ما يعني شرحتها 3000 مرة، الشخص الذي رأى الصحابي لكنه لم يرى رسول الله أو لم يعاصره أو لم يسلم في حينه. المهم أنه لما أسلم أو اتولد أو أي حاجة كان اتوفى الرسول، فبينه وبين الرسول الوصلة الصحابي قاعد مع الرجل الذي رأى الرسول وسمع منه. تمام، فبيقول لك يبقى إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة هل يكون إجماعا؟ يعني بصوا اللقطة دي، الصحابة مثلا في مسألة وكتير حصلت في المواريث وغيرها، لأن اختلاف من الطبيعة إنسانية، حكاية الإجماع دي غريبة شوية، إنه اختلفوا في مسألة المواريث مثلا الميراث، ميراث الجدة مثلا، الجدة ده رأي أبو بكر مش في القرآن. تمام، فبيقول لك لو جيك قولين عن الصحابة التابعين كلهم وافقوا قول واحد بس، والرأي التاني اللي هو عن الصحابة موجود، هل يعتد بده إجماع؟ قبل الفقهاء بقى، الطبقة اللي أعلى من الفقهاء أكيد التابعين أعلى من الفقهاء. فبيقول لك إيه دي المسألة، بيقول لك اتفاق أهل العصر الثاني اللي هم التابعين على أحد قولي العصر، خلي بالك من كلمة قولي العصر الأول، هل يشترط في الإجماع أن لا يسبق بخلاف مستقر؟ فبيقول لك يبقى الحاله الاولى ان يحصل الاختلاف والاتفاق في عصر واحد، وده له صورتين، ان يختلف اهل العصر ثم يتفقون، ثم ان يختلف الصوره الثانيه ان يختلف اهل العصر ثم يتفقون بعد ان يستقر الخلاف. معلش كلام معقل، بيقول لك الكلام جه من الصحابه، اما انهم اختلفوا زمان وجانا اختلافهم كده في التاريخ وبعدين اتفقوا وخلصونا من القصه فجم رايهم متفق بس بقينا لسه في تاريخنا يعني في ذهننا عارفين ان كانوا مختلفين عن الراي ده، او ان الخلاف استقر بقى خلاف فراق بينهم والراي الارجح جالنا من احد قولي الصحابه، القول الثاني بالنسبه لهم مش راجح. خلاص؟
فهل يجوز ان ناخد الراي الاولاني ده نعمله اجماع ونسيب الراي الثاني خاص الصحابه؟ قول الجمهور اللي وصل لكم انه يجوز. يعني انت بتقفل على كده باب رحمه كان موجود من الصحابه. ليه؟ لان انتوا اللي بتقولوا اصحابي كان نجوم، والحديث ده فيه شك في 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 سنده، انما يعني وصل لكم اصحابي كان نجوم بايهم اقتديتم اهتديتم. الحقيقه ان ده طبعا حديث طبعا يعني المساواه بين عقل وفقه عمر بن الخطاب وعقل وفقه معاويه فيها مشكله كبيره، فما ينفعش. يعني ما ينفعش اقتدي باي واحد. لا، في كبار وفقهاء الصحابه، وفي كانوا صغار الصحابه وما يسموا الـ 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 يعني الطلقاء، اللي هي اذهبوا فانتم الطلقاء ما دون بقوا صحابه، عاشوا بعدها سنتين ونص مع الرسول. لكن انا يعني، وكان ابو ذر الغفاري الله يرحمه رحمه واسعه، ده من احد اكبر واعظم الصحابه بالمناسبه، لكن بشكل ما الامويين وهم من امتلكوا الاسلام وحكموا باسمه يعني للاسف كانوا يكرهون او كانوا يكرهوا ابو ذر الغفاري، فقللوا ذكره في الروايات والكتب، لكنه واحد من اعظم وافاضل الصحابه. فكان صحابي معين يعني مش شرط نقول اسمه، جاي لسه مسلم جديد، فبيدخل واحد يسأل في مسألة أبو ذر، ده أبو ذر يبعث وحده ويموت وحده، والرسول كان بيحبه جدا يعني، قال في حديث مخصوص. فلقى الصحابي التاني اللي هو يعني قليل الفطنة وجديد بيفتي في المسألة، فيعني مش هقول لكم اللي قاله أبو ذر لأنه الكلام تقيل، لكن يعني دخل فيه دخل قال له أنت بتتكلم وإحنا قاعدين أصلا إزاي؟ إحنا نقول عشان عرفت وسمعت وقعدت جنب الرسول 10 12 13 سنه، لكن انت ايه يعني ازاي تتكلم؟ طب نتعلم شويه، ده كلامهم بينهم. فطبعا حكايه ان اي حد نقتدي بيه لا، لكن على الاقل لكبار الصحابه. يعني لما اختلف ابو بكر وعمر على مساله حروب منيع الزكاه او اللي اتسمت حروب الرد، لما اختلف عثمان وعلي، عثمان وعمر، طبعا. فيجي يقول لك انا هاخد الاجماع على احد القولين واسيب الثاني، ده كلام غير منطقي، لانه قفل عليا باب رحمه. وجاي منين؟ من فهم صحابي، مش فهم حد بسيط، وده يحل لك مشاكل كتير جدا. 8 من اكابر الصحابه كانوا بيروا ان ربا الفضل ليس ربا، اللي هو لو كبرنا الشكل بتاعه يعني مع اختلاف شنيع في المجتمع وفي اساسياته وفي الياته، اللي هي البنوك بحط الفلوس وبيرجع لي عليها نسبه، مفيش اي حاجه، وانا راضي وصاحب المال راضي وكله راضي وابوها راضي. كبار الصحابة كانوا بيشوفوا كده 8، وبيقولوا إنما الربا ربا النسيئة، إنما اللي اتحرم عليك بعدك وخدوا بقى بالإجماع اللي أنت حضرتك لحد النهاردة الناس شكة يقول لك أنا أحط في البنوك أعوذ بالله، خدوا بالقول الثاني الأشد والأصعب، اللي بيرى إن أي تعامل مالي زاد فيه قرش واحد هو ربا، مع إن الربا أصل من أصوله الذل والقهر مش الاتفاق والرضا. المهم، فده وغيرها من المسائل. يعني أنا ممكن حتى ألخص أو أستغنى بصراحة عن المسائل الباقية لأنها هتفضل في مسائل معقدة، بس هنكسب حاجة واحدة بس هنقولها في أول حلقة بكرة، من كل اللي شفتوه في اختلافاتهم أصلا في مسائل الإجماع من أول أساسياته لألياته لاستنتاجاته، ده مهم جدا. وهنقول بعديها حاجة مهمة كتير بكرة قبل ما نوصل بقى للحلول اللي احنا بنقول عليها. كمل بكرة واشوفكم بكرة.